الغواصة S-43 تغادر ألمانيا في اتجاه مصر تمهيداً لانضمامها للقوات البحرية. الهند تمدد أكبر إغلاق عام في العالم بسبب كورونا، والإصابات تتجاوز 10,000. كوريا الجنوبية تؤكد أن جارتها الشمالية أطلقت صواريخ كروز مضادة للسفن. العاشرة صباحاً الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، مرحباً بكم. غادرت الغواصة S-43 دولة ألمانيا في اتجاه جمهورية مصر العربية تمهيداً لانضمامها للقوات البحرية، وذلك بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها. تتميز الغواصات من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى 20,000 كيلومتر وسرعة إبحار عالية، ولها القدرة على إطلاق التوربيدات والصواريخ عمق سطح، كما تم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية، بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومي المصري. ستقوم الغواصة S-43 بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن. وتعد الغواصة S-43 بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية في إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية. قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم بات يلامس حاجز 2,000,000 إصابة. وبحسب بيانات الجامعة فإن الولايات المتحدة تتصدر عدد المصابين ب 582,000 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات حول العالم جراء الفيروس نحو 120,000. انخفضت الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 1509 حالات، ليصل العدد الإجمالي إلى 23,523 بحسب إحصاء لرويترز. هذا وقد سجلت نيويورك 671 وفاة جديدة لتتخطى حصيلة الوفيات بالولاية حاجز 10,000. وعلى حاكم نيويورك أن الولاية تجاوزت المرحلة الأسوأ من انتشار الفيروس. We'll be right back.
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتقادات الموجهة لإدارته فيما يخص مواجهة فيروس كورونا، وقال في المؤتمر الصحفي اليومي إن الإجراءات التي تم اتخاذها ومنها غلق البلاد وفرض قيود على السفر جاءت في الوقت المناسب. ولفت ترامب إلى قرب الانتهاء من خطة إعادة فتح البلاد، وأشار إلى أن هذا القرار من صلاحيات الرئيس وليس حكام الولايات. كنت قد أجريت مناقشات كثيرة مع فريقي ومع طليعة الخبراء حول مسألة فتح البلاد، نأمل أن يتم ذلك قبل الجدول الزمني المخصص له. نأمل سوف ننهي قريبا وضع إرشادات لإعطاء الحكام المعلومات التي هم بحاجة إليها لفتح ولاياتهم بسلامة. إن إدارتي تخطط لإعطاء الشعب الأمريكي الثقة الذي هو بحاجة إليها من أجل العودة للحياة الطبيعية، لأن هذا ما نريده، أننا نرغب بفتح بلادنا والعودة للحياة الطبيعية. سوف يتم افتتاح بلادنا بصورة ناجحة، وسوف نشرح خلال أيام قليلة ما الذي قد يحدث. وكما سمعتم لعلكم بأن هناك لجنة قد تم تشكيلها، أو هناك مجموعة من اللجان التي تعمل على هذا الأمر، وسوف يتم التناقش فيما بينها. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستنشر مذكرة تضم 6 إرشادات للدول الراغبة في تخفيف الحظر. وقال مدير عام المنظمة تادروس أدهانوم إن قرار رفع قيود الحجر يجب أن يرتكز على أولوية صحة المواطنين، كما أشار إلى أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة وينحسر بشكل بطيء. أضاف أدهانوم أن هزيمة فيروس كورونا مرهونة بإيجاد لقاح في أسرع وقت. أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل ألمانيا ل 2282 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وفقا لهذه الإحصائية فقد بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس 125098 حالة، في رابع انخفاض في عدد الحالات الجديدة بعد 4 أيام من الارتفاع. كما سجلت ألمانيا 170 حالة وفاة جديدة بإجمالي 2969 حالة. رجحت وسائل إعلام بريطانية أن يعلن وزير الخارجية دومينيك راب غدا استمرار حالة الإغلاق العام في البلاد حتى 7 مايو على الأقل. وكان راب والمكلف بإدارة الحكومة نيابة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد قال إنه لا يتوقع أن تجري الحكومة أي تغييرات على إجراءات الإغلاق العام السريع حاليا قبل أن تتأكد من سلامة القرار. يذكر أن المملكة سجلت 11329 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تمديد الحجر الصحي في فرنسا حتى 11 مايو، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، فيما يتم إعادة فتح تدريجي لدور الحضانة والمدارس بالبلاد اعتبارا من هذا التاريخ. وقال ماكرون إن بلاده لم تكن جاهزة بشكل كاف لمواجهة كورونا. طلبت من الحكومة أن تدفع مساعدة استثنائية للأسر الأكثر حاجة، لا سيما التي لديهم أطفال، لمساعدتهم في هذه الفترة. الطلبة الذين هم في وضع صعب والذين يعيشون بعيدين عن أسرهم لا سيما في المقاطعات وراء البحار سيحصلون على مساعدات. يوم الأربعاء مجلس الوزراء سيقرر مساعدات مالية جديدة، والحكومة ستقدم كل الحلول الضرورية والإجابات كلما كان ذلك ضروريا. 11 مايو القادم سيكون بداية مرحلة جديدة. هذه المرحلة ستكون مرحلية، والأهم هو صحة كل الفرنسيين. انطلاق من 11 مايو سنفتح بشكل تدريجي المدارس، الثانويات، دور الحضانة. بالنسبة لنا هذه أولوية. أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن وفاة 22 شخصا بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 170 حالة. أضافت السلطات الصحية الروسية أن البلاد سجلت 2774 حالة إصابة، بما يجعل إجمالي العدد يتجاوز 21,000.
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن تسجيل 574 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14,967. كما سجلت فرنسا 2673 إصابة و73 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 95,403. أعلنت إيطاليا عن تسجيل 3,153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع الإجمالي لما يقرب من 160,000 إصابة. تخطت إيطاليا عتبة 20,000 وفاة بالفيروس. سجلت بريطانيا 717 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 11,329. وقال المتحدث باسم الصحة البريطانية إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 88,621 منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي البريطانية. في ظل التبعات الاقتصادية الوخيمة جراء فيروس كورونا، بدأ العديد من دول العالم تغيير استراتيجية إجراءات الوقاية لتخفيف القيود على حركة الإنتاج والسماح الجزئي لبعض الشركات للعودة إلى العمل، وهي الاستراتيجية التي اتبعتها مصر من خلال تجديد الإجراءات الاحترازية مع استمرار عجلة العمل والإنتاج. بعد ظهور أثر وباء كورونا على الاقتصاد العالمي، أدركت دول العالم بأن مكافحة الفيروس ضرورية بقدر ضمان استمرار الاقتصاد. البداية مع مصر التي حرصت على تشديد الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين وكذا استمرار عجلة العمل والإنتاج. اوعوا تكونوا فاكرين ان الدنيا هتفضل ماشية كده. لا، الدنيا ابتدت تفكر تقول ان احنا يعني عايزين الحياة تمشي، لان الاقتصاد العالمي لو انهار حجم الضرر الناجم عن التوقف أخطر كتير من حجم الضرر الناجم عن الإصابة. وبالتالي في دول كتير النهارده بتقول عايزين نعمل توازن ما بين المواجهة وما بين استمرار الاقتصاد. إسبانيا والتي تعد ضمن قائمة دول العالم الأكثر تضررا، ومع ذلك بدأت في تخفيف إجراءات الإغلاق العام، وسمحت السلطات لبعض القطاعات منها الإنشاءات والصناعة بالعودة للعمل. ألمانيا هي الأخرى بدأت تنظر جدياً في تخفيف إجراءات الإغلاق التي نفذتها لمكافحة الفيروس حتى تتلافى خسائر اقتصادية لا يمكن تعويضها، بشرط عمل اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا على 100,000 شخص، بما يسمح بمنح المتعافين من الفيروس شهادة مناعة تمكنه من العودة للعمل. وفي خطوة مشابهة لما أعلنته ألمانيا، تسعى المملكة المتحدة هي الأخرى لإصدار شهادات مناعة لمن أصيبوا بفيروس كورونا وتمكنوا من التغلب عليه، وفي حال ثبوت ذلك سيكون لديهم قدر من الحرية للحركة ومغادرة أماكن الحظر أو حتى الخروج إلى أماكن عملهم. أيضاً تعتزم كل من النمسا وجمهورية التشيك السماح بفتح متاجر صغيرة للسلع غير الضرورية، فضلاً عن إعادة فتح مدارس ودور حضانات في الدنمارك. حتى إيطاليا أكثر دول أوروبا تضرراً بالفيروس تفكر في طريقة لتخفيف قيودها مع تباطؤ معدل الإصابة لديها. وفي الولايات المتحدة البؤرة الأكثر تأثراً بالفيروس على مستوى العالم، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف النشاط الاقتصادي للبلاد قريباً، وذلك عندما قال البقاء في المنزل يؤدي إلى الموت أيضاً. وفي الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم لإيجاد علاج لفيروس كوفيد-19، فهي تبحث أيضاً عن حل لمعضلة التعافي من المرض دون المرض بفقر الاقتصاد، ويبدو أن كلمة السر إلى الآن هي العودة إلى العمل تمهيداً لعودة الحياة.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في بلاده يسير للأسوأ وأن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في المعركة ضد فيروس كورونا. أضاف بوتين أن السلطات نجحت حتى الآن في اتباع نهج استباقي للتعامل مع الفيروس. سجلت تركيا 98 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 1296، في حين تخطى إجمالي الإصابات 61,000 بعد تسجيل 4,096 إصابة جديدة. ومن جانب آخر، أعلنت السلطات التركية عن حظر تنقل يومي الأحد والسبت القادمين لتجنب تكرار فوضى عقبت قرارا مفاجئا بالحظر. وافقت الصين على إجراء تجارب سريرية على لقاحين لعلاج فيروس كورونا، وأشارت وكالة شينخوا رسمية إلى أن اللقاحين من إنتاج شركة سينوفاك المحلية. وقد أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عن تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، غالبيتهم لأشخاص قادمين من الخارج. قالت اللجنة في بيانها اليومي إنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، وأشارت إلى رصد بعض حالات الإصابة بالفيروس في إقليم هيلونجيانغ الشمالي الشرقي والمتاخم لروسيا. مددت الهند اليوم إجراءات العزل العام على مستوى البلاد لسكانها والبالغ عددهم 1.3 مليار نسمة حتى 3 مايو، ويأتي هذا بينما تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 10,000 حالة رغم إغلاق البلاد لمدة 3 أسابيع، بالإضافة إلى 339 حالة وفاة. أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 1617 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 73,303 حالات، بينهم 3,877 في وضع حرج. أيضا سجلت إيران وفاة 111 شخصا آخر، ليبلغ عدد المتوفين في إيران 4,585 شخص، فيما بلغ عدد المتعافين 45,983 شخصا. We'll be right back.
أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد عن ارتفاع حالة الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 488 وعن خروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، كما أعلنت عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية إلى 622 حالة. كما أعلنت الوزيرة عن تسجيل 125 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا وخمس حالات وفاة. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان اليوم المحدث للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر عن اليوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2020، اليوم الثالث من الأسبوع التاسع لفيروس كورونا في مصر. بلغ عدد إصابات اليوم 125 إصابة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 2190 إصابة، بينما بلغ عدد وفيات اليوم خمس حالات وفاة. بلغ عدد الحالات التي تم شفاؤها اليوم 41 حالة، وبذلك يصل عدد المتعافين الذين خرجوا من مستشفيات العزل إلى 488 حالة. من أصل 622 حالة تحولت نتائج تحليلهم من إيجابية إلى سلبية. وفي إطار التواصل والمتابعة مع الأطقم الطبية في داخل مستشفيات العزل عبر خاصية الفيديو كونفرنس، فقد تم اليوم عمل اجتماع مع مستشفيات إسنا بالأقصر، الصداقة بأسوان، أبو تيج بأسيوط، وكذلك مستشفى الشيخ زايد النهيان بالقاهرة، وذلك للإطمئنان على توفير كافة الاحتياجات وتطبيق بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى. وقد شاركنا في هذا الاجتماع السيد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان والسادة أعضاء هيئة المكتب الموقرين. هذا ومتابعة لما قامت به وزارة الصحة والسكان من استحداث سياسة لنقل الحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحليلهم من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ومدن الشباب وغيرها، وذلك مع استمرار المتابعة الطبية لتلك الحالات لحين سلبية تحليلها وتمام شفائها وخروجها. فقد بلغ عدد الحالات التي تم شفائها وخرجت من الفنادق ومدن الشباب من محافظات الجيزة والإسكندرية ودمياط 21 حالة من أصل 185 متواجدين بالحجر الصحي في تلك الأماكن وتلقون الرعاية الطبية، مما يعد مؤشرا إيجابيا لنجاح سياسة الحجر الصحي خارج مستشفيات العزل التي اتبعتها الوزارة مؤخرا. وجاري اليوم نقل عدد من الحالات التي استجابت للعلاج في مستشفيات إسنا وكذلك الصداقة بأسوان إلى مراكز الشباب التي تم تأهيلها في تلك المحافظات. وأود أن أشدد على أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، وأناشد كافة المواطنين في حالة ظهور أي أعراض عليهم التوجه فورا إلى مستشفيات الحميات والصدر أو التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن 105 أو عن طريق خاصية خدمة الواتساب الخاصة بالوزارة والتي تم إطلاقها. ولا يفوتني في هذا الشأن أن أشكر كافة الأطقم الطبية العاملة في كافة مواقع العمل، وكذلك أشكر أسرهم على ما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم. العزل الذاتي مسؤوليتك لحماية نفسك وأسرتك ووطنك. أشكركم. أطلق مجلس الوزراء مبادرة أهالينا والتي تدشنها الحكومة المصرية من خلال شراكة مجتمعية تحت شعار إيد مع إيد تساعد لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة بالأضرار الاقتصادية جراء أزمة فيروس كورونا. وقد صرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المبادرة تهدف إلى تقديم مساندة مادية مباشرة للفئات المتضررة جراء أزمة كورونا من خلال إشراك القطاع الخاص والأفراد في التكاتف والتضامن في وقت الأزمة، كما أشار إلى وجود معايير صارمة وقواعد بيانات منقحة بدقة للفئات المستحقة للصرف. أوضح أنه سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية أهالينا والتي تتيح للجميع شركات وأفراد إمكانية التبرع من خلال الموقع الإلكتروني www.ahalina.gov.eg. أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد COVID-19، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 813 حالة وعدد الوفيات 4 حالات.
أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن وفاة مواطن يبلغ العمر 60 عاما بفيروس كورونا، وتبلغ عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا 763 حالة مقابل 7 حالات وفاة و591 حالة تعافي. انتقد علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا، انتقد قرارات وسياسات أردوغان وأكد أن أخطائه ستعجل بنهايته. لفت المعارض التركي المنشق عن صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم في مقابلة تلفزيونية، لفت إلى خطورة الأوضاع التي شهدتها تركيا خلال حظر التجوال المفاجئ والذي فرض في 31 ولاية، مما أدى لتفشي حالة من الذعر والفزع وازدحام المحال التجارية. شدد باباجان على ضرورة عودة تركيا نظام الحكم البرلماني والتخلي عن النظام الرئاسي الذي فرضه أردوغان. كشفت استقالة وزير الداخلية التركي سليمان سويلو والتي رفضها أردوغان عن صراعات خفية بينه وبين صهر الأخير لأغراض سياسية منحوها الأولوية على حساب احتياجات الشعب التركي. كشفت الاستقالة التي تقدم بها وزير الداخلية التركي سليمان سويلو من منصبه مؤخرا، كشفت الحجاب عن صراع وتجاذبات قوية تهز أركان نظام أردوغان. وعلى الرغم من رفض أردوغان استقالة وزير الداخلية، إلا أن مراقبين مهتمين بالشأن التركي أشاروا إلى أنها نتاج نزاع سياسي بين سويلو ووزير المالية النافذ وصهر أردوغان براءة البيرق. وتتحدث صحف المعارضة التركية عن أن النزاع بين سويلو والبيرق يمثل صراعاً أكبر بين جناحين داخل النظام التركي، هم جناح البجع والذي يمثل وزير الداخلية وتنظيمي أرجنون والدولة العميقة الذي يمثله وزير المالية. استقالة وزير الداخلية جاءت تحت وطأة انتقادات لاذعة تعرض لها بشأن إعلان قرار حظر حركة المواطنين قبل تطبيقه فعلياً بوقت قصير، وهو ما دفع الأتراك للتزاحم أمام المتاجر والمخابز لشراء احتياجاتهم. البعض في الداخل التركي يرى أن استقالة سويلو ما هي إلا فصل من مسرحية أخرجها أردوغان لإلهاء شعبه عن الفشل الذريع الذي وقعت فيه أجهزته في إدارة أزمة فيروس كورونا. وفي الوقت الذي يرزح فيه الشعب التركي تحت وطأة فوضى الجوع ونقص الاحتياجات الغذائية، تفرغ أعضاء نظام أردوغان للصراعات السياسية التي يبدو أنها أهم من صالح المواطن البسيط. قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنها عدة صواريخ كروز قصيرة المدى إلى البحر في المنطقة الواقعة بين شبه الجزيرة الكورية واليابان. أضافت الهيئة أن جيش كوريا الجنوبية يراقب الوضع، في حين يقوم مسؤولو مخابرات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتحليل التفاصيل الأخرى المتعلقة بعملية الإطلاق. أما في الأخبار الرياضية فقد قال يورغن كلوب مدير ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي ممتاز لكرة القدم إن أنباء إصابة أسطورة النادي كاني دالجليش بفيروس كورونا المستجد كانت بمثابة الصدمة الكبيرة للاعبين والجهاز الفني، وجاءت نتيجة فحوص دالجليش إيجابية لكورونا في الأسبوع الماضي بعد دخوله إلى المستشفى. يحافظ كلوب على لياقة لاعبي عن طريق حصص تدريبية عبر الإنترنت. أعلن أسطورة ناديي تشيلسي ويوفنتوس الدولي الإيطالي السابق جيان لوكا فيالي عن تعافيه بشكل نهائي من مرض سرطان البنكرياس بعد 17 شهرا من العلاج الكيميائي. كان فيالي قد أعلن في عام 2018 عن إصابته بسرطان البنكرياس ليشفى منه في عام 2019 قبل أن يجدد هزيمته مرة أخرى في 2020.
وختاما هذه تذكرة بأبرز العناوين. الغواصة S-43 تغادر ألمانيا في اتجاه مصر تمهيدا لانضمامها للقوات البحرية. الهند تمدد أكبر إغلاق عام في العالم بسبب كورونا، والإصابات تتجاوز 10,000. كوريا الجنوبية تؤكد أن جارتها الشمالية أطلقت صواريخ كروز مضادة للسفن. وللمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم وإلى اللقاء.